أقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى في قصر الروضة مساء هذا اليوم بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مأدبة عشاء تكريما لفارس العالم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة بمناسبة فوز سموه بلقب بطولة العالم للقدرة التي اقيمت في مونبازير بالجمهورية الفرنسية حضر المأدبة اصحاب السمو الانجال الكرام وعدد من كبار افراد العائلة المالكة الكريمة وعدد من المدعوين متمنيا جلالته لسمو الشيخ ناصر بن حمد ال خليفة دوام التوفيق في جهوده ومساعيه المخلصة لخدمة وطنه.